الجمهورية اليمنية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ عبد الله بن معيلي عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة الذي عاد إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية خارج الوطن استغرقت أكثر من عام. تقديرا لجهوده الوطنية وإسهامه الدائم في تعزيز أواصر التلاحم الشعبي بين قواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام، استقبل الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام البرلماني المؤتمري الشيخ عبد الله بن معيلي عضو مجلس النواب وعدد من مشايخ ووجهاء محافظة مأرب، حيث عبر عن سعادته بعودته بعد رحلته العلاجية وتماثله للشفاء. القيادي المؤتمري بن معيلي عبر عن شكره الخالص وامتنانه للمؤتمر وقياداته الرشيدة، ممثلة بالزعيم القائد علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي ظل على تواصل دائم لحالته الصحية منذ سفره وحتى عودته إلى أرض الوطن. علي عبد الله صالح أنا أشكره، هو زعيمنا وهو الرئيس المؤتمر الشعبي العام، أنا أشكره على ما قدمه أثناء العلاج في رحلتي وأثناء المتابعة للعمليات وعلى الدعم الذي قدمه، أشكره وأشكر قيادات المؤتمر وقواعد المؤتمر أينما كانوا وحلفاء. مشايخ ووجهاء مأرب أكدوا أنهم سيظلون أوفياء ومخلصين قولا وفعلا للزعيم صالح ومواقفه الوطنية النبيلة التي حفظت دماء اليمنيين وحققت لليمن ما عجز عنه الأولون والآخرون من منجزات عملاقة ومشاريع تنموية في مختلف المجالات. هذا صقر اليمن، والله العاد بجاي مثله ولا وراه، ولعن الله من جحد الجميل. لكن المثل يقول اللي ما يعرف الصقر يشويه. نعم، علي عبد الله له بدموي وزي البلاد طبق الوحدة ولا قدها تقعر لواحد يصبر فيه. الشكر للزعيم على ثقته برجاله الأوفياء مهما كانوا في أي مكان، ومنهم الشيخ عبد الله بن معيلي، وهذا هو المطلوب من الرجال الأوفياء. وكان البرلماني الشيخ بن معيلي قد عاد مساء أمس لأرض الوطن بعد تماثله للشفاء بعد رحلة علاجية طويلة استمرت أكثر من عام بدولة ألمانيا. فارس الصليحي، اليمن اليوم، صنعاء. نوه رئيس